العرض الإخباري من غرفة أخبار تلفزيون الدنيا. السلام عليكم. إرهابيون مرتزقة يطلقون قذائف تسقط خلف مستشفى العباسيين بدمشق، وأنباء عن عدد من الإصابات في صفوف المواطنين. هذا وقد طهرت قواتنا المسلحة الباسلة حي التضامن بدمشق بالكامل من الإرهابيين وأعادت الأمن إليه، كما طهرت قواتنا الباسلة يلدة في ريف دمشق من فلول الإرهابيين. هذا وقد ارتكبت مجموعة إرهابية مجزرة مروعة في منطقة يلدة راح ضحيتها نحو 20 شهيدا، كما لحقت الجهات المختصة فلول الإرهابيين في دمر البلد وضبطت مخزنا للأسلحة. وفي حي الحجر الأسود بريف دمشق ينفض عن شوارعه غبار ما خربته المجموعات الإرهابية، ومفادة الدنيا تؤكد إعادة جزء كبير من الخدمات والمرافق، وتقول إن الحي يقترب من استعادة مشهد الحياة الطبيعية بعد أن خلص الجيش وحفظ النظام والجهات المختصة أهله من الأعمال الإجرامية لتلك المجموعات. وفي عربين بريف دمشق حاولت مجموعة إرهابية مرتزقة قطع أحد الطرق الرئيسية فتصدت لها الجهات المختصة وأوقعت إصابات محققة في صفوفها. وفي حيي التضامن واليرموك الأهالي يؤكدون لتلفزيون الدنيا ارتكاب المجموعات الإرهابية لجريمة مروعة بشارع المالكي ذهب ضحيتها حوالي 20 شخصا معظمهم من المختطفين على يد المجموعات الإرهابية. نحن الآن في حي التضامن. كانت عايشة بتخريب، بس فات الجيش عنا صارت أمان. والله ما عاد فينا وحياة الله راسي، حربوا الدنيا. والله يحمي هالجيش يا رب، يحمي هالبلد. خالة بس خالة بس بحكي لنا، بس تحكي لنا شغلة، العالم اللي عايشة برات التضامن ما بتعرف شو عم بصير، احكي لنا شو عم يعني. أنا مالي ما كنت بشغلي، أنا كنت بمشفى الشرق، أنا عم نام هني وأولادي كل واحد برنا وجازي بالمشفى. بريد أنا هيك بريد، الله ينتقم منه الإلهي يا رب. يعني هو هي الحرية، هي يعني والله من أفضل الحريات بهدنا، والله كنا عايشين بأمان ومأحلانا، يعني لا شغلنا اشتغلنا ولا شيء. صارت المشاكل هون، اجوا هجرونا من البيوت واستحلوا وظلوا في 20 يوم قاعدين هون ومكسرين ومخربين، ومثل ما انك شايفه وهي قدامك المحل سارقين كل شيء غلط فيه، كسرينه الازاز هاي وضاربينه بالطلق وتاركينه. لما اجى الجيش هربانين من البيت الحمد لله، ورجعنا هلا على الامن والامان تمام. نحن من شهرين اجوا فاتوا علينا المسلحين على بيوتنا لهون، طلعونا برات بيوتنا بنص الليل، ورجعنا هلا على بيوتنا لقيناها دمار، مدمرين تماما، يعني مو مخلين شيء فيها، مكسرين كم ضغط مطحبشين، حتى خبرونا بعض العالم انه كانوا عاملين مثل معتقل هون جوا عنا بالحاره. هذول لا لهم شريعه ولا لهم كتاب وما بيعرفوا الله. اذا الكتب عندي بالبيت انا بيتي حرقوا حارقينه للبيت، عندي القران حارقينه، كتاب الله بينحرق، وين صارت هي؟ باي شريعه؟ العدد الاكبر قتل على ارض المعركه، وقمنا بمطاردتهم ومطاردة فلولهم شخص شخص، وقتلنا الاكثر منهم، وظلت فلول الباقيه في المناطق اطراف المنطقه، ولكننا قضينا على اكثر منهم. عند مدخل يلدة، فالحدث الذي تندى له جبين الإنسانية ويندى له كل كائن حي، مقبرة جماعية ارتكبها الإرهابيون بطريقة بشعة، بطريقة تعبر عنهم يعني أدق تعبير. أترككم مع الصور. الشيء يعني أعلى من مستوى الإجرام، يعني شيء مؤسف جداً، تقشعر له الأبدان. من خلال المتابعة التفتيش والتحري في منطقة التضامن، وعند الوصول إلى ما بعد سوق الثلاثة على مفرق دوار يلدة، تم العثور على مقبرة لمواطنين تم قتلهم من قبل مجموعات مسلحة وإلقاءهم بطريقة
غير إنسانية وغير لائقة في هذا الحفرة، وتم ردمهم ببقايا الفضلات. كشفت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أن جماعة الأخوان المسلمين شكلت ميليشيا مسلحة في سوريا أطلقت عليها اسم رجال الأخوان المسلمين المسلحين، ينتشر عناصرها في دمشق وحمص وأدلب. وقال أحد منظمي الميليشيا إنه أسس الجماعة بالتعاون مع عضو في مجلس إسطنبول. ولفتت الصحيفة إلى أن ما تطلق على نفسها اسم المعارضة السورية منقسمة بين المجموعات الإسلامية المتشددة ومجموعات أخرى منافسة. هذا وقد اختطفت مجموعة إرهابية الزميل المصور طلال جنبكلي بدمشق، والتلفزيون السوري يحمل الدول الداعمة للإرهابيين المسؤولية عن سلامة الزميل جنبكلي. كما اختطفت مجموعة إرهابية مسلحة حافلة لزوار إيرانيين في ريف دمشق، والجهات المختصة تقوم بالمعالجة، في حين ضبطت الأجهزة الأمنية في كراج الصناعة بدمشق سيارة محملة بأسلحة متنوعة وكميات كبيرة من الذخائر والقنابل ودارات كهربائية معدة للتفجير عن بعد ومجموعة من أجهزة الاتصال الحديثة. فصائل التحالف الوطني الفلسطيني تؤكد في بيان لها أن ثمة جهات متآمرة لا تزال تصر على أخذ المخيمات خارج رسالتها وأهدافها الوطنية وفي مقدمتها حق العودة. وقال البيان في هذا السياق: وقعت المجزرة المروعة حين قامت العصابات الإرهابية بقصف مخيم اليرموك بقذائف الهاون من حي التضامن المجاور، فسقط الشهداء والجرحى. وأدانت فصائل التحالف الوطني الفلسطيني تصريحات سلطة رام الله التي وجهت خلالها اتهامات باطلة ضد الجبهة الشعبية القيادة العامة وأمينها العام أحمد جبريل، مؤكدة أن هذه التصريحات تأتي في سياق تشويه متعمد للحقيقة حين ادعت أن الجبهة الشعبية القيادة العامة تعمل على الزج بالمخيمات الفلسطينية في سوريا بالوضع الداخلي. وقال البيان إن من يتنازل عن 78% من فلسطين ويشطب العودة ويطالب بوضع سوريا تحت الفصل السابع ويقف متفرجا على تهويد القدس ليس بالموقع الذي يسمح له بالتطاول على رموز المقاومة. وأكدت فصائل التحالف الوطني الفلسطيني التأكيد على موقف شعبنا الفلسطيني الذي يتطلع إلى خروج سوريا من الأزمة قوية متماسكة في مواجهة المؤامرة التي تستهدف وحدتها ودورها المقاوم. وجددت الفصائل التأكيد على أن شعبنا سيظل وفيا لسوريا المقاومة حاضنة شعبنا ومقاومته والداعم الاستراتيجي لنضاله الوطني. مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين في أحياء الحمدانية وصلاح الدين والسكري بحلب، وآخرون يسلمون أنفسهم ويستسلمون لقواتنا المسلحة الباسلة. ومصادر الدنيا في حلب تؤكد أن الجهات المختصة اشتبكت مع الإرهابيين في حي صلاح الدين وأوقعت إصابات مباشرة في صفوفهم، وقد فر العشرات منهم خارج الحي، فيما نفت مصادر الدنيا في حلب ما تبثه القنوات المغرضة عن سيطرة الإرهابيين على المركز الإذاعي والتلفزيوني في المدينة، مؤكدة أن الجهات المختصة اشتبكت مع مجموعات إرهابية حاولت اقتحام المركز، ما أدى لسقوط أعداد كبيرة من أفراد المجموعة بين قتيل وجريح، فيما لذ الباقي بالفرار. هذا وأكدت مصادر الدنيا أن قوات الجيش العربي السوري نصبت كمائن للمجموعات الإرهابية عند دوار باب الحديد وقتلت 5 إرهابيين وأوقعت إصابات مباشرة في صفوفهم. وذكرت مصادر الدنيا أن إرهابيين من جنسيات عربية وأجنبية من بين القتلى والمقبوض عليهم في حلب. قيل عن حلب أنها وقعت في براثن الإرهابيين وكثر القيل في ذلك، غير أن لواقع الحال وصورة الحياة في حلب أية صدق تكذب كل ما لفق حول مدينة الحمدانيين. قد يكون في القول بأن المدينة كلها هادئة وطبيعية الحياة بعض الشك، لكن كثير اليقين بأن معظم مدينة حلب تعيش حياتها بعيدا عما تروج له بعض وسائل الإعلام المغرض. ومن بعض ما بثته تلك الوسائل أن مركز الإذاعة والتلفزيون وقيادة الشرطة في المدينة قد وقعا تحت سيطرة المسلحين. هذا مبنى شرطة محافظة حلب، وهذا محيط المبنى. أين الإرهابيون الذين زعموا؟ قيادة الشرطة في المحافظة وما حولها لم تكن مسرحا لأي اشتباك مسلح ادعت بعض وسائل الإعلام وجوده، إنما كل ادعاءاتهم هذه كما يقول كثيرون أمان يتمنونها وأحلام تلعب بعقولهم، والصورة أصدق إنباء من كل ما يشاع. العميد خالد عبد الله خضر قائد شرطة محافظة حلب
اليوم السبت الواقع في الرابع من شهر آب لعام 2012 الساعة الثالثة. أنا بمكتبي أمارس عملي كالمعتاد، لا صحة لما تبثه قنوات الجزيرة والعربية وأمثالها من أن قيادة الشرطة وقعت في أيدي العصابات الإرهابية المسلحة، وهذا الكلام عاري عن الصحة والحقيقة، وهذا هو كلام كاذب. وآن الأوان لشعبنا أن يعرف أن هذه القنوات لا تبث إلا الكذب والافتراء من أجل سفك الدم السوري. هي مبنى قيادة الشرطة هون اليمين، وهي اللي احنا بالمبدين واللي احنا ساكنين هون وعايشين حياتنا الطبيعية الحمد لله. ما فيش قنوات الضيل بتقول استغلوا، هذا كله حكي كذب. أنا مبيحة بتابع الأخبار كله كذب، وعم بنزل لهون وبطلع على السطوح، ما في شيء، حكي طبيعي ما فيش. قيادة الشرطة يعني هون وما في شيء نهائيا، طاول الوضع سليم جدا، ما في شيء طاول نهائيا. المركز الإذاعي والتلفزيوني في حلب كان غرضا للإرهابيين الذين حاولوا الهجوم عليه، لكن الجهات المختصة تصدت لهم فارتدوا على أعقابهم، بين قتيل مشى بضلاله إلى حتفه ومعتقل وقع في قبضة العدالة، وبين من لاذ بالفرار فإلى حين، ولن يطول به الأمر حتى يلقى مستحق عقابه. حاصروا المبنى وحاولوا يقتحموه بس ما فيه دخل ولا صنت، ونحن موجودين. ضلوا يضربوا قذائف ورشاشات وهاون، حتى فين يدخلوا صنت ما فين دخلوا صنت، وحققنا فين إصابات 100%. من الساعة 10 بالليل للساعة 6 الصبح ونحن واقفين وصامدين وما فين دخلوا لو كان متر واحد. ايه مزبوط عم بعيد يضربوا قوازف وهاون ورشاشات، بس نحن كل هالشيء هذا ما همنا، ونحن بإذن الله صامدين ولا راح نخليهم يقربوا إذا بيكون آخر نقطة دم لنا. قنوات القضية قالت إنه دخلوا من لجوا قنوات، وحتى هنين بالسيارات اللي كان فيهن كان معن مراسل على الجزيرة ما يصور وما يبعث، هنن عندن صور قديمة على الإذاعة وما يحاول إنه يبين إنه الإذاعة صارت تحت سيطرتي، بس هنن ما دخلوا ولا صنت، لأنه شفنا نحن تبع قناة الجزيرة وبدوا يصور ما فيهن دخلوا صنت على الإذاعة لعنا. كان في قتلى من هنن راح قتلة منن كتير، بس من عندنا نحن ولا واحد نصاب ولا واحد نجرح. كان في هجوم علينا من كل اتجاهات ونحن تصدينا لين، والحمد لله ما صار إصابات عنا بالمرة على الخالص. ثم ما صدنا وراح مننا قتلة كتير. هاي قذيفة هون، يعني هاي ضربت هون عندك المبنى القدام وضربت السطح، هلا في فوق كمان قذيفتين مضروبات، وجايين مش تبكين عم بنزلوا بكوبات الدوشكة والرشيشات، وكلتنا نحن الله اذا بتعدينا ما بنطلع، نحن كلتنا على بعضنا 10 15 واحد. وهي هي نوع من انواع الحريه اللي بالدنيا. حلب المدينه التي اشابت رؤوس المتآمرين على سوريا، جعلوا منها هدفا يرمونه بالكذب ليخلقوا ما لم يكن بذي وجود من واقع يريدونه. اما ما يريده ابناء حلب واهلها فان تكون المدينه كما كانت دائما، معقلا للصمود واراده النصر الذي لا يرضى الحلبيون عنه بديلا. مراسلة الدنيا في حمص تؤكد أن الجهات المختصة تصدت لإرهابيين اعتدوا على المواطنين والممتلكات في الرستن وتلبيسة وجنوب المستشفى الوطني، ما أدى لمقتل وجرح عدد كبير من الإرهابيين. هذا وتم العثور على عبوات ناسفة معدة للتفجير عن بعد تتراوح أو بأحد الأوكار في حي القصور. إلى ذلك طاردت الجهات المختصة مجموعة إرهابية بمنطقة المزارع قرب قرية النهرية بريف القصير، ونصبت لها كمينا حيث سقط جميع أفرادها بين قتيل وجريح. كما رصدت الجهات المختصة مجموعة إرهابية أخرى قرب مبنى البلدية في بلدة البرهانية بريف القصير، وأوقعت في صفوفها عددا من القتلى والجرحى. وفي حمص واصل تلفزيون الدنيا توثيق جرائم المجموعات الإرهابية. أكبر أبواب مدينة حمص السبعة وأحد الأحياء التي استوطن فيها المسلحون
متخذين من هذه المنطقة الاستراتيجية التي تؤدي إلى بلدة تلكلخ على الحدود اللبنانية مرتعا لهم ولسود أعمالهم. هود الكلمة الكنعانية التي تكنى بها هذا الحي والتي تعني المجد، لم تسمح له بأن يبقى بين أيدي العابثين والمجرمين، فنفض عنه غبارهم وفضحهم. هنا حفروا وهنا طمرت أفعال أياديهم جحوراً على امتداد 15 إلى 20 غرفة ترتبط عبر أنفاق مع مناطق أخرى، غرف استخدموها لتعذيب من وقع بأياديهم وليتخذوا منها منفذاً لهم من وجه العدالة. باب هود طالما كان المنفذ التجاري من أسواق المدينة باتجاه الساحل السوري، وسيعود بهمة أهله وناسه إلى سابق مجده وعظمة موقعه. وفي حمص اشتبكت الجهات المختصة بعد ورود معلومات من الأهالي عن وجود مستودع للذخيرة في أحد الأبنية بحي الخالدية مع إرهابيين كانوا في المستودع، وأسفر الاشتباك عن انفجار مستودع الذخيرة ما أدى لمقتل عدد كبير من الإرهابيين وإصابة آخرين وتصدع بعض الأبنية المجاورة للبناء الذي انفجر فيه مستودع الذخيرة. وفي حي القصور بحمص داهمت الجهات المختصة أوكار الإرهابيين، وأكدت مراسلة الدنيا العثور على 150 عبوة فردية مصنعة يدويا و16 عبوة معدة للتفجير عن بعد، كما عثر على أكياس سماد لطبخ المواد المتفجرة وعبوات لمواد سامة وأخرى للتفجير عن بعد ومعدات لتصنيع العبوات الناسفة وخوذ لعبور الأنفاق في الوكر المضبوط. الجهات المختصة في حماة تداهم وكرا للإرهابيين بحي الأربعين بالتعاون مع الأهالي وتقضي على عدد من الإرهابيين بعد الاشتباك معهم وتلقي القبض وتلقي القبض على آخرين. وخلال مداهمة أوكار ومقرات للإرهابيين تبين أنها متصلة بأنفاق تحت الأرض وعثر بداخلها على كميات كبيرة من الأسلحة. حي الأربعين في حماة ينفض عن نفسه غبار التعب والألم بعد أن طهره جنود الجيش العربي السوري من فلول الإرهاب، لتخرج من تحت الركام أصوات وقصص إرهاب روع الآمنين على مدى شهور. فاتن على البرندة ما خلونا شيء، طلعنا خطوا لعدي وطلعت ماش تقلوا، طلعنا خطوا لعدي ونزمت أخذ جازي وأنا ولادي السنطة طيب نسل نحن أخذونا بعرف الله وكيلك بعرف أخذوا لي جازي، كنا قريب أمان الله ما عشنا إلا إجوا بلشوا في بقيت ولادي نزمت ما خلوا لي شيء بالبيت راح ما خلوا لنا شيء. الله ينتقمني كسروا شيء بدي أعمل، الله ينتقمني ما خلوا لنا شيء، عيلتنا الله وكيلك عيلتنا. هنا تمركز الإرهابيون بعد تهجير أهالي البيوت وإجبارهم على مغادرتها، هنا احتموا خلف الجدران مع أسلحتهم لإشاعة الإرهاب والقتل والدم في الحي. قمنا بالتطهير أحد الأوكار كان موجود فيه عدد كبير من المسلحين يقومون بترويع أهالي حماة ويقومون بعمليات الخطف والسلب للأهالي. قمنا في قامت جهات مختصة في مدينة حماة بعملية نوعية أدت إلى القضاء على هذا الوكر الذي كان يحوي العديد من الإرهابيين. جمعين قناني مونوتوف قناني غاز كانوا فحوا القنين وشلفوه علينا. هكذا حماة تلفظ الإرهابيين والمسلحين والمرتزقة وتوجه الصفعات الموجعة للإرهابيين والقتلة وتشد على يد الجيش العربي السوري في حربه ضد من حاول استباحة الأرض لإسكان الموت فيها. الجهات المختصة لاحقت مجموعة إرهابية في قرية القسطون بين الغاب وجسر شغور وأوقعت إصابات مباشرة فيها وقتلت متزعم المجموعة الإرهابي أحمد أبو الجماجم، كما لاحقت الجهات المختصة مجموعة إرهابية في الأحراش المحيطة بقرية زيزون ما أدى إلى مقتل الإرهابي زياد أسعد الحريري وإلقاء القبض على عدد من الإرهابيين. كان يقودها بسرعة جنونية ومعه من جهزوا أيديهم على السلاح للحظة غدر في حاجز شقيفي في ريف إدلب وهم ذاتهم مسلحون، فعلهم قطع طريق إتستراد حلب إدلب ثم التخفي. هاجموا حاجزا لقوى حفظ النظام فبات الرصاص فيها من أيدي الجهات المختصة وزنا ثقيلا يضاف على أجساد المسلحين.
قامت سيارة نوع كيا ريو بمهاجمة حاجز شقيفة من عدة أيام، حيث تصدى لها وحدات الجيش في هذا الحاجز وقوات حفظ النظام، وتم التعامل معها عن بعد قبل أن يتم وصولها إلى الحاجز، وتم قتل الإرهابيين الموجودين فيها. وعند مداهمة السيارة قمنا بتفتيشها، فوجد قنابل يدوي وقنابل تحكم عن بعد زائد جهاز لاسلكي تحكم عن بعد، ومن ثم تم العثور على كاميرات فضائية بس أقمار صناعي وأجهزة سورية، وفي التدقيق وجد كاميرات صغيرة منها مفاتيح سيارة مجهزة بعدسة معدسة وأجهزة تسجيل ونظارات مجهزة بعدسة تصوير بس إلى مكان بعيد جدا عبر الدول. وتم التفتيش عن الهويات حيث أنه وجد فيها هويات أجنبي تم التدقيق فيها، وإذ هي تابعة لصحفيين أجانب. وهنا أحد الإرهابيين القطق والجيش العربي السوري القبض عليه يروي ما يشرفه كانتساب للإرهاب ويعريه عن وطنيته. أنا نور الدين الأحمد، نور الدين رمضان الأحمد، من مواليد قرية مجدلية 1977. كنت أعمل بالسعودية من حوالي 13 سنة. آخر مرة قعدت 7 سنوات بالسعودية وجيت لهون بالأحداث الأخيرة من فترة 6 شهور، قعدت 4 شهور، فغرر فيه من مجموعة محمد الأحمد وصالح الأحمد، وإجوا لعندي واتفقوا إنه يعملوا حاجز شو اسمه مجموعة مسلحة، فقمت بشراء بارودي بقيمة 120,000 من مرشد الحمادي. كانوا وقفوا السيارات على الاستراد ما بين قرية مصيبين وقرية النيرب. كان السيارات اختصاص محمد الأحمد ويبعطي لعند أحمد ليسا كيف ما يقبض الأجر هو. كان 150,000 مجمل يعني السيارة. قمنا كمجموعة مسلحة بخطف نضال طه الحمود وإبراهيم عبد الرزاق الحسين وتسليمهم لأحمد العيسى، وقبض عليهم مبلغ 1.5 مليون من نضال طه الحمود ومبلغ 150,000 من إبراهيم الحسين. بعدين كانوا اتفقوا أنه بدهم يضربوا على حواجز، وراحوا ضربوا على حواجز بالليل عن بعد، حاجز مصيبين وحاجز كفر لاتا. قرب قرية الجانودية موقع الشيخ فارس عملية سريعة للجيش العربي السوري والجهات المختصة ليضبط السلاح بأنواعه بما فيها الصواريخ ويقتل حاملوه جميعا. وهنا بعض من بشائر الخير لإدلب. أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حجب موقع الوكالة العربية السورية للأنباء سانا عن أهل نصامدين في الجولان السوري المحتل لمنعهم من متابعة أخبار وطنهم الأم، وذلك في إطار الحملة التضليلية التي تشن على الإعلام السوري ومنعه من تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة عما يجري في سوريا إلى الرأي العام. وأكد أهلنا في الجولان المحتل أن هذا الانتهاك الصهيوني بحجب موقع وكالة سانا الذي يزود الأهل الصامدين في الجولان المحتل بأخبار وطنهم لن يغير من رؤية وقراءة الجولانيين للأحداث وفي تعرية خيوط المؤامرة المفضوحة والحرب الكونية المتعددة الأوجه التي تشن على سوريا وشعبها. واعتبر عدد من الإعلاميين السوريين في الجولان المحتل أن مواطني الجولان يتوقعون مثل هذه الإجراءات العدائية الاستفزازية الصهيونية، ولفتوا إلى أن الأهل في الجولان يستقون أخبارهم من موقع الوكالة على الفيسبوك وكذلك من مواقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وقناتي الإخبارية والدنيا فضلا عن الصحف الرسمية الصادرة بدمشق. ويأتي حجب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لموقع سانا في الجولان المحتل في إطار نفس الأهداف التي سعى إليها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. الشارع الروسي يشدد على أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مصيره. وفي استطلاع أجراه مراسل الدنيا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية أكد المواطنون الروس على رفضهم للتدخل الخارجي في الشؤون السورية، مشيرين إلى أن ما يجري في سوريا هو أجندة تصب في مصلحة دول معينة وهو أعمال إرهابية.
علاقات عمرها عشرات السنين، ومع مرور الأيام تزداد قوة ومتانة صداقة الشعبين السوري والروسي، صداقة كانت وما زالت تجمع هذين الشعبين في شتى الظروف والصعوبات. فالشعب الروسي يقف إلى جانب السوريين في محنتهم، ويتمنى أن تعود الحياة كما كانت في هذا البلد آمنة مستقرة. كل شيء ما يحدث الآن في سوريا بطبيعة الحال هذا غير معقول، وإن شاء الله نتمنى انتصار للشعب السوري، نتمنى أن يصبح سوريا حبيبتنا، تتحسن الأوضاع في أقرب الأوقات، وإن شاء الله نزور سوريا. هناك الكثير من الشعب الروسي المهتم والمتابع للأوضاع في سوريا. نحن قلقون بسبب الأحداث التي تجري في سوريا، ومن خلال متابعتنا للأحداث نفهم جيدا أن ما يجري من أفعال تخريب وتدمير هي بدعم خارجي من قبل البلدان التي تصب هذه الأحداث في مصلحتها. أنا كمواطنة روسية سعيدة ومؤيدة لموقف حكومة الداعم لسوريا، وخاصة أنها قد استخدمت الفيتو أكثر من مرة مع الصين. أتمنى أن تبقى علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين كما كانت وأن تزدهر باستمرار. لم يكن لدي معلومات كثيرة عن سوريا، ولكن مع متابعتي للأحداث التي تجري هناك أصبحت أكثر اطلاعاً على هذا البلد. أتمنى أن ينتهي كل شيء بسرعة ويعود السلام والأمن والاستقرار لهذا البلد الرائع. أنا أعرف الشعب السوري جيداً، إنه شعب محب ويرسم الابتسامة على وجهه أمام كل ضيوفه. ما تمر به سوريا الآن جعل هذا الشعب حزيناً على بلده، لكني متأكدة أنه سيبقى قوياً ويعيد الحياة والمرح إلى سوريا الحبيبة. أنا ضد التدخل الخارجي في الشؤون السورية إطلاقاً، وبرأيي أن الشعب السوري وحده قادر على تقرير مصير بلاده. إننا نؤيد سوريا من صميم قلوبنا، ونتمنى لها أن تنتصر في محنتها وأن تعود الحياة إلى طبيعتها. هذا هو موقف الشعب الروسي تجاه أصدقائه السوريين، موقف اعتاده السوريون على مر السنين. فمن يقف إلى جانب الحق ويدافع عن أصحابه ليس غريبا عنه أن يعبر عن هذا الموقف. فتاريخ البلدين وعلاقاتهما أقوى من كل محاولات التآمر وزرع الفتنة. السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم يؤكد بعد لقائه الدكتور سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار أن سوريا قوية في مواجهة المؤامرات رغم ما سببته الأحداث من المآسي الكبيرة والدماء التي سفكت، معتبرا أن الحرب الكونية على سوريا هدفها ضرب دور سوريا القومي والتي جسدته بدعم المقاومة. لقاء جمع بين السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم والرئيس سليم الحص في دارته، تناول فيه الأوضاع الدولية والإقليمية والساحتين اللبنانية والسورية. وقد أشار الرئيس الحص عن حزنه لما تتعرض له سوريا من مؤامرة كونية، وعن ثقته بالخروج منها، لأن دور سوريا يشكل ضمانة للمستقبل وللمنطقة كلها. كما تناول السفير السوري موقفه من استقالة مندوب الأمم المتحدة كوفي أنان. القوى التي كانت وراء القرار الدولي الذي كلف بموجبه كوفي أنان بهذه المهمة شكل إجماعا دوليا، ولكن للأسف النسبة غير قليلة من هذه القوى الدولية نعت هذه المهمة منذ بدايتها، وكان واضحا أنها تعمل لعدم إنجاح مهمة كوفي أنان. عندما تسقط تدخلات الخارج ورهانات الخارج وتسليح الخارج وقلب الحقائق التي يقودها إعلام موجه من قوى عالمية كبرى، فالشعب السوري، كل الشعب السوري، المخرج عنده هو التلاقي على قضايا تهمه وأمن هذا المواطن. يستشعر الآن السوريون أنهم افتقدوا أجمل ما في حياتهم وهو الاستقرار والتعاون. السفير السوري تطرق أيضا إلى موضوع ضبط الحدود اللبنانية السورية وتهريب السلاح والمسلحين إلى سوريا، مؤكدا أن هذه الأعمال تشكل خرقا للسيادة اللبنانية وليس فقط للسيادة السورية. لذلك
أن تنطلق الرشقات النارية والاعتداءات المتكررة من الحدود اللبنانية من هؤلاء المسلحين، هذا أمر من البداية كانت تشاور بين القيادتين وبين الجيشين، ووجهنا بهذا أكثر من مذكرة بضرورة ضبط الحدود ومنع تسريب السلاح وتهريب المسلحين ومنع السماح لهؤلاء باستغلال الأرض اللبنانية والحدود اللبنانية، لأن هذه الانتهاكات هي انتهاك للسيادة اللبنانية واعتداء على الحدود السورية. مواقف رسمية سياسية أطلقها السفير السوري في لبنان مؤكدا أن نسبة نجاح سوريا في الخروج من المؤامرة الكونية لا زال في أوجه حتى بعد توقف مبادرة كوفي أنان، خاصة بعد كشف هويات المتآمرين والممولين للمال والسلاح للتخريب في الداخل السوري. ديانا فرفور، تلفزيون الدنيا، بيروت. ختام العرض الإخباري، نلقاكم بعد قليل في برنامج الساعة الحرة. إلى اللقاء.